ما هي أشجار المانغروف؟ هي مجموعة من النباتات الملحية التي تمثل نمطاً خاصاً من الأشجار دائمة الخضرة وتشكل نظاماً إيكولوجياً متكاملاً تنمو في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية وبين منطقتي المد والجزر في نظم مائية مالحة أو قليلة الملوحة، وتعد الخلجان ودلتا الأنهار والجزر القريبة من السواحل المواقع المناسبة لنموها وتكاثرها. تنتشر أشجار المانغروف على سواحل المملكة، حيث سجل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية 104 مواقع لنباتات الشورى و11 موقعاً لنباتات القندل على ساحل البحر الأحمر، كما تم تسجيل 12 موقعاً لنبات الشورى على ساحل الخليج العربي. وتشكل غابات المانغروف موئلاً للعديد من الكائنات الحية، وتضم تنوعاً أحيائياً واسعاً، حيث يعيش فيها 95 نوعاً من الرخويات، 65 نوعاً من القشريات، 67 نوعاً من الديدان، و242 نوعاً من الطيور. هذا التنوع يدعم المخزون السمكي. وعلى صعيد آخر، تحافظ غابات المانغروف على تربة الشواطئ من التآكل، وتحمي البيئات الحساسة الأخرى كالحشائش البحرية والشعب المرجانية، وتعتبر مصدات للرياح والأمواج العالية، وتعمل على إنتاج الأكسجين وامتصاص الغازات السامة وتخزين أكاسيد الكربون. ومن مهددات المانغروف عمليات الردم والتجريف، التطور العمراني على المناطق الساحلية، الصرف الصحي والزراعي. ولأهمية المانغروف، يعمل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على حمايتها والمحافظة عليها في المحميات التابعة له، خصوصاً محميتي فرسان والجبيل، لأهميتهما في تعزيز التنوع الأحيائي وسلامة النظم البيئية البحرية والبرية بالقرب من السواحل، وذلك من أجل بيئة سليمة وحياة فطرية مزدهرة ومستدامة.